انا ساره سيد، والفيديو النهارده بيتكلم ان انا استلمت اوردر اطباق وعايزه. في ناموسه خايفه تغرسني. المهم مش ناموسه، زي دبور كده مش عارفه ادخل الشقه ازاي، مش عارفه. المهم فيديو النهارده بيتكلم، اكيد مش بيتكلم عن الناموسه، بيتكلم ان انا استلمت اوردر اطباق حلو قوي عايزه افتحه معاكم. يلا بينا بسرعه عشان انا نصر غزير عايزه الم، عشان حاسه ان المطر هتمطر عليه، بس قلت الحق اصور الفيديو قبل ما الشمس تروح، لان انا صحيت متاخره عشان انا انسانه كسوله جامد يعني. يلا بينا. الكرتونه اهي مكتوبه باسمي، يعني العماره كلها عرفت ان انا طالبه اطباق. قلت بقى اشرب بقين شاي كده علشان افوق، علشان اعرف امسك الحاجه، علشان الحاجه ما تقعش من ايدي، عشان لو انا مش فايقه هتلاقوا مش هيبقى فيديو ريفيو نهائي، هيبقى فيديو تكسير. المهم بقى تعالى نتكلم في المهم. ده المج ده عجبني قوي، اسمه البيت الانجليزي. البيت الانجليزي وفي شبهه اسمه روميو وجولييت، فيعني الاثنين لونهم ازرق في ابيض وبيبقوا حلوين، او في منهم احمر في ابيض او نبيتي كده، وفي رمادي، في منه الوان يعني، فهم حلوين قوي وسعره حلو قوي. بيجوا طبعا في كراتين زي ما انتم شايفين كده. الطبق ده بقى عجبني قوي، ده طبق سلطه، عجبني قوي الزخرفه اللي على الطبق ده، في منه طقم كمان بس انا بجيب القطعه دي. بقى فواحه قعدت افتح فيها سنتين. 2000 years later. وبرده ما اتفتحتش، يعني قعدت افتح فيها جامد طبعا، يعني عشان انا عندي نسبه ذكاء مش هكذب عليكم، انا نسيت اجيب المقص، وده اصلا فيديو المفروض يكون معايا مقص، ف قلت لها سيبيني هسيبك في حاجه دلوقتي، بس يا ايه يعني هتبان لكم. دي بقى اسمها سوسيره، بتحط فيها كاتشب او ميل او مايونيز او اي حاجه لونها جميل، كانت ب 10 جنيه، فاللي هي سعرها حلو قوي وهي جميله بصراحه. هي اول استعمال ليها كانت هتتكسر مني، بس الحمد لله لحقتها في اخر لحظه. دي بقى اطباق روميو وجولييت او البيت الانجليزي. بصوا عزيز عليا قوي، انا بحب اول الحاجات دي، يعني بحس كده بايام زمان كده، بحس بالروقان كل حاجه. برضو الفنجان انا بفتحه ده البيت الانجليزي او روميو جوليت. بصوا انا بتلخبط بينهم هما الاثنين، بس لو انتوا عايزين يعني الناس اللي بشتري منهم مش تنحى خالص، الناس محترمين على الاخر. انا لو حد تنح ما بعرفش اشتري منه، فيعني بقول الحاجه اللي من وشك يا تنح مش عايزاها، هما ناس محترمين قوي. فانت لو انت مثلا عايزه حاجه زي دي قولي روميو جولييت او بيت الانجليزي، هي هتعرفي الفرق عشان هي طبعا عارفه، لكن انا يعني لسه بتعلم برضو. بس المهم انا بحبهم هما الاثنين. ده بقى فنجان، بصوا ده بقى فنجان شاي، فنجان شاي حلو قوي. وده بقى الطبق بتاعه، ده بقى لون البيت اللي انا كنت بتكلم عليه، يعني الرسمه وكده بحس كده بحاجه يعني يعني بصوا فن والله فن، يعني انا فنانه. وطبعا الفنان لازم يجيب حاجه بتدل على شخصيته، اكيد مش هشرب في مج ازاز عادي زي اللي انتوا شفتيني بكشرب فيها، انا باين عليا الكذب، يعني انا بشرب اصلا في مج من ربع دقيقه. ما علينا. ده بقى طبق خانتين، لو انت عندك طفل بيبعزق الاكل حواليه، فانت هتحط مثلا شويه ملوخيه هنا وشويه رز هنا، وعلى فكره هي حجمها حلو قوي. او لو انت عامله رجيم هتحطي فيه الاكل بتاعك، لو انت مفجوع مش هينفعك خالص ماشي، ممكن تحطي فيه سلطات بقى تبلعي كده الحاجات اللي انت هتاكلي بيها، هتبلعي الاكل. دي بقى اطباق اسمها اطباق بولو. بصوا بقى انا بقيت عارفه كل حاجه. بولو دي اللي هي كانها زي الباسكت كده، دي في منها بولات وفي منها اطباق وفي منها اطباق غرف، يعني في منها كل حاجه. دي بقى هديه، يعني اول ما شفتها انا بقول الطبق ده ما طلبتوش. بصوا لازم ارقصه، لازم ارقص الهديه دي، هديه يا معلم لازم ارقصها. بعد كده بقى ده اسمه سيرفيس، ممكن يتحط فيه بط، ممكن يتحط فيه ديك رومي، دي الناس اللي هي ايه بتطبخ جامد. انا بقى جايباه مش عارفه، يعني مش عارفه احط فيه ايه، يعني انا اخري هطبخ ورك فرخ، ف مش عارفه، بس ده للناس الطبيخه فعلا هيحتاجوه جامد. ده بقى اسمه رخام، يعني شكل الرخامه بتاعت المطبخ بالظبط، هو لونه اسود بس هو باين في الفيديو ان هو لونه كحلي، حتى في الصور كان باين ان هو كحلي، لان هما بيحطوا الحاجه على الطبيعه، فهو بس هو بصراحه شكله جميل قوي. يعني بصوا انا منظمه، بحط الزباله على جنب، بحط المجات في الكراتين زي ما هي على جنب، بحط الاطباق بالراحه. لو انتوا لاحظتوا هتلاقوني بمسك الحاجات بالراحه قوي، لان انا عندي يعني حاله كده ما بحبش امسك اي حاجه تتكسر، ولا بورسلين ولا ازاز، يعني بمسكها بالراحه قوي. لكن بقى تشوفيني في الاستانلس والحديد بمسكها زي الصاروخ عادي ما بيهمنيش. بصوا برجع كل حاجه مكانها، النظام حلو، يعني باين ان انا انسانه منظمه مفيش.
ما اصل ما فيش كركبه، في نظام. ده بقى طبق مش بولو، التاني كان طبق بولو، ده بقى طبق مش بولو. ده طبق مرسوم عليه كده ورق شجر، طبعا ايه للفنانين برضو. في ممكن تكوني طقم عادي خالص، بس انا جايبه قطعه واحده بس. ورجعت تاني للاوضه عشان اتكلم. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب تكون المشتريات عجبتكم. لو انتوا عايزين اي قطعه من الحاجات دي هتلاقوها على جروب تفوز على الفيسبوك، انا اتكلمت عنه قبل كده في فيديو فات، وهحط لكم برده اللينك تحت الفيديو علشان تقعدوا تسالوني. يعني انتوا بتكسلوا تروحوا للفيديو اللي فات، فبتقعدوا تسالوني في التعليقات اللينك فين اللينك فين، كاني ما قلتش حاجه في الفيديو اساسا، وكاني صوتي بيتكلم على الفاضي. فطيب يا جماعه انا هريحكم وهحط لكم اللينك تحت الفيديو. المهم بقى لو انتوا عايزين اي قطعه زي دي هتلاقوها عادي، علشان هم بيبقى عندهم كميات. في حاجات كتيره بتبقى قليله قوي قطع، يعني بتبقى قطع بس، يعني اللي انا بشتريه بيبقى فيه منه كميات وكده عادي، عشان ساعات عايزه اكون طقم، لان احنا مش مجبرين ان احنا نشتري اطقم صيني ب 9000 جنيه، او اطقم اركوبال واركوباليكس والحاجات دي اللي هو بيبقى معدي خلاص ال 3000 والشكل بيبقى عادي يعني. فاحنا ممكن نجمع اطباق، ولو اي حد معهوش فلوس ممكن عادي ان هو يشتري بالقطعه. بتجيبي على عدد اسرتك زي ما انت عايزه، يعني ملهاش لازمه تجيبي 12 طبق وانتوا 6 افراد، يعني ايه مش هتعزموا 6 عفاريت معاكم. بس ده اللي انا عايزه اقوله، واستنوني الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.